بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم ونبارك جميعا على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا القرآني المتجدد مع حضرتكم عبر شاشة قناة الناس مع التلاوة. نراجع معكم التلاوة للقرآن الكريم للآيات والسور التي درسناها مع حضراتكم خلال هذا البرنامج في خلال شهر رمضان، المراجعة كاملة إن شاء الله تعالى. نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، ما زلنا معكم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في حلقتنا الماضية بالأمس عند الآية 31. اليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل المراجعة من الآية 32. من الآن أعزائي المشاهدين في انتظار اتصالاتكم الهاتفية، وفي دقيقة سنذهب لفضيلة الشيخ خالد لنتعلم بعض قواعد المراجعة ونستفيد من خلال حلقة الأمس. أهم هداياك فضيلة الشيخ من خلال حلقة الأمس. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الهدية ليست مني بل ممن تلا، وفي نفس الوقت أشار بها بعض من يشاهد ويتابع للمصلحة العامة، وهيا إليها سريعا. أول حرف معنا من حروف الهجاء ألف، خذ الهمزة، هيا انطق بها عمليا، دع عنك المخرج ودع عنك الآن بعض الصفات، والآن هيا للتطبيق العملي سريعا في الهمزة. الحركات معنا إما فتحة أو كسرة إي أو ضمة أو. إذن ذاك هو الصواب، أما أو إي لا يصح. إذن الهمز دائما حينما أنطق به فهو مرقق، أعوذ إذن ها هي الهمزة في كل أحوالها أو إي. الباء لماذا أقول هذا؟ لأننا سنسير مع الحروف عمليا أثناء التلاوة، ولاحظ أن الهمز دائما يرقق، فانتبه وأنت تقرأ لأننا سنركز على هذا اليوم عمليا. خذ مع هذا الحكم في الترقيق آ إي أو، كذلك با بي بو، كذلك خذ تا تي تو، وكذلك الثاء ثي ثو. إذن الهمزة أو الألف، الباء، التاء، الثاء. هيا طبق عمليا لأنني سوف أقف مع هذه الحروف خصوصا وأنت تتلو، فلا تقل ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها قد جاءت الطاء، ها قد جاءت بعض الحروف التي أخذناها، لكن لا تنسى هذه على وجه العموم، وسنسير في البقية شيئا فشيئا. هيا طبق، قل بي بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كما سمعنا، وليكن دائما نصب عينيك، الهمز أو الألف، با، تا، ثا، هذه الحروف ترقق. ها قد أخذنا مجموعة، هل تذكر العدد؟ آ، با، تا، ثا. إذن هذه الحروف الأربعة سنتدرب عليها عمليا من خلال التلاوة. وفق الله الجميع، وللحديث بقية. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، سنعتمد على المصحف الشريف خلال التلاوة، فأرجوكم نفتح المصاحف وما نعتمدش على الشاشة. وكذلك إن شاء الله البداية معنا هتكون من الجيزة مع أم كريم. تفضلي حاجة أم كريم، افتح المصحف وابدأ من الآية 32 من سورة محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطاء يا أم كريم، من الشيطان دي تفخم، هي مش حروف الأربعة بس، ليه قلتها؟ لأن معايا التاء، فالتاء هتبان غير الطاء،
حاضر فنبدأ نخلي بالنا. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم، الراء برضو مش معانا من الأربعة، لكن تخلي بالنا هتفخم. الرجيم. أيوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. بالراحة كده، أنا هقف ولا هوصل؟ حاضر إن شاء الله. ماشي. الخطأ فين؟ إن الواو في الذي كلمة كفروا، نعم الواو في كلمة كفروا لما جينا وقفنا وبعدين وصلنا. كفروا أيوة كده. وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. القاف تشدد. حاضر. وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. الضاد والراء، لن يضروا الله، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آخر جملة نخلي بالنا من الطاء من قوله ولا تبطلوا. ولا تبطلوا أعمالكم. جميل، أحسنت، جزاك الله كل خير. شكر موصول لأم كريم من الجيزة. هنروح للدقهلية مع الحاجة أم أحمد. اتفضلي يا أمي واصلي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. كم مرة؟ ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما شاء الله، جميل، الله يفتح عليك يا محمد. الله يفتح عليك يا أمي، بارك الله فيكي. هنروح للحاجة صبرة من الجيزة. اتفضلي يا حاجة صبرة، اختم السورة. يسألكم، ممكن تاني وتعلي صوتك يا حاجة؟ أي يسألكم فيحفكم. طيب يا حاجة صبرة، نعم قولي ورايا كده بس بالراحة. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يستبدل قوما غيركم ثم
ثم لا يكونوا أمثالكم. ما شاء الله، ادعيني بالشفاء يا شيخ ألف خالد. سلامة عليك يا أمي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتمم شفائك بخير بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك كل المرضى، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين، شفاكم الله وعافاكم. حاجة صبرة، هنبدأ إن شاء الله أعزائي المشاهدين مع سورة الفتح. سورة الفتح أعزائي المشاهدين سورة مدنية، وبمشيئة الله تعالى ترتيبها في المصحف 48. بدايتنا أعزائي المشاهدين مع أم أسماء والأستاذ عمر من القاهرة، وأرجوك يا أم أسماء بالراحة كده مع فضيلة الشيخ عشان نتعلم، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان مرة، ونخلي بالنا من قلنا عليه عمليا بقى. أعوذ بالله، ونقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم، بطاء مش تاء. من الشيطان، طاء. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. إن فتحنا لك فتحا مبينا. بالراحة كده. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ. لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. أيوة. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اسمع كده مني وخلي بالك من راء، من قوله لِيَغْفِرَ. را سمعت صوتها عامله ازاي؟ ايوه. ليغفر لك الله. ليغفر لك الله. ايوه. ما تقدم من ذنبك وما تاخر. جميل. الاجمل لو نشبع الغنى شويه. ما تقدم من ذنبك، ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بالراحة كده. ويتم نعمته. ويتم نعمته. ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك. لا، نخلي بالنا من التشكيل. ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك. ويهديك صراطا مستقيما. ويهديك صراطا مستقيما. الرواية نخلي بالنا منها. صراطا مستقيما. صراطا بقت سين. هي سين معايا ولا صاد؟ صاد. يبقى صاد كسرة صي. صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. كده الصاد منضبطة. لسه الطاء بقى، هل هي طاء ولا تاء؟ طاء. يبقى طاء، تبقى صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. معلش الأمر محتاج تدريب، فخلي بالك من الصاد وخلي بالك من الطاء. صراطا مستقيما. جميل، بس بدون سرعة، بهدوء لحد ما الفم يتدرب ويتعود على النطق السليم. صراطا مستقيما. ليه بقول بهدوء يا أمي؟ عشان مع السرعة آجي أصلح شيء، آجي أنسى شيء آخر. مع السرعة المد الطبيعي اللي في الوسط لما جينا عدناها تاني مع السرعة ذهب مني، يبقى أنا كده بشتت نفسي. أنا بركز في الصاد والطاء، جاء آخر جديد، مع السرعة يأتي آخر لا، أنا عايز أركز بهدوء كده مع الكلمة، الشيء اللي فيها ينضبط مع الأشياء الأخرى بحيث تصبح الكلمة كلها منضبطة. صراطا مستقيما. صراطا مستقيما. جميل، وجهد مشكور، الله يفتح عليك يا أم أسماء ما شاء الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. لا، وينصرك الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. جميل، أحسنت، ربنا يبارك فيك يا أم أسماء. تفضل يا أستاذ عمر. أستاذ عمر. هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. لا، أنا هقرأ وراك يا شيخ عمر بالراحة عليا كده، مش هعرف أقرأ ورا حضرتك. هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. كبير عليا الجملة دي، ممكن تقسمها لي بالراحة واحدة واحدة؟ سكينة.
ما سمعتش بالراحة. هو الذي أنزل سكينة. طب والمادة نقرأ بالقصر يعني؟ هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. في قلوب المؤمنين ازدادوا إيمانهم إيمان مع إيمانهم. لا لا دي كده جت مع بعض. ازدادوا إيمان مع إيمانهم. طب ما تقسمها لي بالراحة على قد ايش عمر. ازدادوا إيمانا. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات. لا كمان مرة. يدخل المؤمنين والمؤمنات. طب بالراحة شوية. ليدخل المؤمنين والمؤمنات. والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. طب ندي الغنة حقها شوية. جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها. خالدين فيها. ويكفر عنهم سيئاتهم. لا بالراحة عشان الراء مفتوحة. ويكفر عنهم سيئاتهم. ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فوزا عظيما. ما شاء الله يا شيخ عمر ايه الجمال ده. الله يفتح عليك يا شيخ عمر. شكرا جزيلا للاستاذ عمر وام اسماء. هنروح سريعا للجيزه مع الحاجه ام الكريم. الحاجه زينب اتفضل مشكوره. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين المشركين والمشركات الظانين. يا أمي نعم. حرف العطف ما ينفعش يحذف من الكلمة. حاضر. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما شاء الله جزاك الله كل خير يا أم تسلمي. شكرا جزيلا الحاجة زينب بن الجيزة. الأستاذ عيد من الفيوم يتفضل مشكورا. أستاذ عيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن حضرتك يا شيخنا نقرأ سورة الياسين؟ يعني هو الأفضل طبعا إن احنا نكون في السورة دي بس على أساس احنا بنراجع بالترتيب. أرجوك لو هو يعرف يقرأ السورة دي ماشي، لكن إن شاء الله يعني ممكن الجثية فيما بعد يعني على أساس إن رمضان مخصص لمراجعة. فتفضل حضرتك اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان. مش عارف أطلع كده على الشاشة يعني. نعم علي صوتك شوية عشان مش سامع. مش عارف والله هو من اول يعني ولله جنود السماوات والأرض. نعم ولله جنود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الآية دي مش متأكد طيب. منها عشان شيخ عيد قول ورايا كده بالراحة. شيخ عيد بالراحة بس كده قول ورايا. أستأذنك تقول ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان من الشيطان الرجيم. طيب الأستاذ عيد يعني احنا معلش أسفين أستاذ عيد في انتظار اتصالك مرة تانية عشان نسمعك إن شاء الله. طيب هنروح دلوقتي للحاجة عطيات من القاهرة. أمي الكريمة تفضلي. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بالراحة كده. ومبشرا الراء تفخم. ومبشرا ونذيرا.
لتؤمنوا بالله ورسوله ورسوله وتعذروه وتوقروه بسم الله الرحمن الرحيم وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بالراحة. بصي يا أمي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه ونقف وابدأ وتسبحوه بكرة وأصيلا. حاضر. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه يا أمي وتسبحوه بكرة وأصيلا. لو تكرمت عايزين نفصل في المعاني عشان يعني نقرأ يبقى فاهمين. حاضر. يعني من نعذره ومن نوقره ومن نسبحه بكرة وأصيلة. أنا عشان النفس والله يا شيخ خالد بس. طب ما أنا بقول لحضرتك لنفسك يا أمي، ما هو لنفسك أنا قلت لك نقف عند كلمة وتوقروه. حاضر. فضلتك مسممة على إنك توصلي. لا لا إزاي لحضرتك تقول لي عليه أمشي لا عليه. لا يا فندم مش من اللي أقول لك عليه، مثلا بقول لك لراحة نفس حضرتك. حاضر. وكمان نستوعب المعاني. من الذي يعذر؟ ومن الذي يوقر؟ ومن الذي يسبح؟ أيوة. فنخلي بالنا من هذه الأشياء. ربنا يبارك فيك مرة كده وخلي بالك وانت بتقرأي. لتؤمنوا طيب بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتوقروه. خلاص خلاص يا أمي خلاص وتوقروه. نقف. أول وتسبحوه. أبدأ بقى وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. الكاف لا تقلقل. بكرة وأصيلا. أيوة. وتسبحوه بكرة وأصيلا. باء ضمة بو ولا بو؟ نعم. باء ضمة بو ولا بو؟ تبقى بكرة بو مش بو. بكرة وأصيلا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. أحسنت جزاك الله كل خير يا أمي. شكرا جزيل الحاجة عطيات أم شريف من القاهرة. تفضل مشكورة. تفضلي يا حاجة أم شريف. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يد الله اللام في لفظ الجلالة تفخم. يد الله فوق أيديهم. أولا ثانية. كملي أحسنتي. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. المد الطبيعي فإنما ينكث. فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا. من الأعراب شغلتنا. من الأعراب من الآ لا من الآ من الأعراب صح؟ أيوة. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فين الراء؟ فاستغفر لنا. أيوة. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبير. خبيرا. خير. صح. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم بالراحة كده أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. بل ظننتم ما قلش ظننتم لا ظننتم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم زي نفس الحكم وظننتم وظننتم لا وظنن وظنان لا وظنا لا وظنا وظنا وظننتم ظن السوء صح؟ لا بس ما قطمهاش قوي كده يعني ظن السوء وظننتم ظن السوء 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 لا السوء لا السوء السوء عندما يصبح اللين عرض للسكون يتقوى بعض الشيء، فنخلي بالنا من الحتة دي. إنما القطم كده لأ. وكنتم قوما بورا. طيب نشبع الغنة. وكنتم قوما بورا. كملي. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض. الضاد لما يكون آخر حرف يبان والأرض صح يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كمان مرة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. أحسنتي، جزاك الله كل خير. شكرا لأم شريف من القاهرة. أستاذ زينب من القاهرة أيضا تفضل. مشكورة، تفضلي يا أستاذة زينب. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. في حاجة غلط؟ في. قول حضرتك. طيب ورايا كده من أول بالراحة بقى كده. سيقول المخلفون إذا انطلقتم أيوة أكمل وتقولي ورايا ولا تكملي حضرتك؟ لا أكمل حضرتك. طيب إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا جميل، احسنتي ما شاء الله. احسنتي حبيبتي، الله فيك، الله يحفظك. بشكرك يا استاذه زينب، وبشكرك ان انت اخترتي يعني الترديد ورا الشيخ، لان ده اسهل طريقه للتعلم. هنروح للاستاذه ايمان. اتفضلي يا استاذه ايمان. طب للاسف الخط فصل، عوض الاتصال تاني يا ايمان، برضو فصل منك امبارح. معانا ام امنيه من القرط. اتفضلي يا استاذه ام امنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايزه الشيخ يقرا لي الايه دي وانا اقراها. طيب جزاك الله خير. ماشي، اتفضلي مع حضرتك الشيخ. يلا ورايا كده بالراحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد
تقاتلونهم أو يسلمون أو يسلمون فإن تطيعوا وإن تطيعوا فإن تطيعوا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا يؤتكم الله أجرا أجرا حسنا أجرا حسنا وإن تتولوا وإن تتولوا كما توليتم كما توليتم من قبل من قبل يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما ما شاء الله أحسنت جميل الله يفتح عليك يا حجزي ليه. شكرا جزيلا للحاجة أم أمنية بشكرك يا أمي ما شاء الله يا ريت تسيري على هذا بقيه الصوره تقرايها هكذا لانه ده الاسلوب الصحيح فلو تعودت عليه يكون سهلت على نفسك كتير قوي معانا الاستاذه زينب من القرات اتفضلي يا استاذه زينب ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ما شاء الله أحسنت جزاك الله كل خير شكرا جزيلا للأستاذ زينب أعزائي المشاهدين ده كان آخر اتصال مع حضرتكم وكان خير ختام لتلاوة اليوم بإذن الله نكمل غدا إن شاء الله المراجعة ونروح لفضيلة الشيخ خالد فضيلة الشيخ أقل من نصف دقيقة إيه أهم حاجة تقولها في أقل من نصف دقيقة أهم شيء التطبيق العملي الذي أجريناه اليوم سماعا وعمليا مع من تلا آ با تا ثا إذن هذه الحروف التي أخذناها وسنسير مع بقية الحروف عمليا وأهم شيء هو التطبيق العملي والسماع وتؤدي وتحاكي وليس بعيب أن يخطأ الإنسان مرة وثنتان وثلاث فهكذا يكون التعليم المهم أن يثابر وأن يصابر وأن يرابط حتى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المفلحين دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد جزاك الله خيرا شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين ببركة القرآن العظيم إلى لقاء الغد أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته